خليني اقول لحضراتكم يعني كواليس ما قبل الهواء، انا كنت بقول لضيوفنا طبعا الاعزاء، كنت بقول لهم انا من الايام القليله اللي بجد ببقى فيها متفائله جدا هي النهارده. النهارده انا متفائله جدا وما تسالونيش ليه، وقلت الكلام ده. احنا مش هنكسب واحد او اتنين، احنا هنكسب بسكور. طبعا الكلام ممكن يبقى غريب، بس ما فيش حاجه غريبه في كره القدم او في لغه كره القدم. زي ما كنا بنقول، في هنا مشاكل وفي هنا مشاكل، في هنا ضغوطات وفي هنا ضغوطات، بس كل واحد داخل بدافع مختلف وكل واحد عايز يثبت نفسه، وهي تحدي كبير جدا بالنسبه لبرضو الفريقين، وليكن للاهلي اكتر بكتير. خلينا على كل حال نناقش كل التفاصيل دي ومباراه القمه ال 124 مع ضيوفنا الاعزاء جدا، كابتن ايهاب المصري مهاجم منتخب مصر السابق، والاستاذ العزيز سامي عبد الفتاح الناقد الرياضي وصديقنا صديق البرنامج. صباح الفل. صباح الخير كريم. صباح الفل يا استاذ سامي. صباح الفل يا كابتن، منورنا وسعداء بوجودكم. وكده الكلام بقى هيبقى رايح جاي ما بين النقد والرؤيه التحليليه، فاستاذنك نبتدي بالنقد. طبعا ونشوف كده يعني ايه اولا رؤيه حضرتك للماتش الاخراني بين الاهلي وايسترن كومباني، وبناء عليه رؤيتك للماتش اللي هيحصل بقى النهارده. يعني خلينا ناخد الماتش اللي فات ده نقطه انطلاق بالزبط. فيما يتعلق بالنادي الاهلي تحديدا، الماتش الاخير ايسترن كومباني كان محطه مهمه جدا لجهاز النادي الاهلي واللاعبين، ان هم يرجعوا من متاهه راحوا فيها شويه بعد خساره اللقب الافريقي، وكان لابد ان هم يعني ينتبهوا ان في بطوله دوري موجوده على المحك، وفي وانها ضاعت السنه اللي فاتت، وبالتالي المطالبين ان هم يبداوا بجديه اكتر في يعني لاستعاده ثقه الجماهير بهم وثقتهم بانفسهم كمان، يعني مع الجهاز الفني الجديد بقياده كابتن سامي قمصان. فأنا شايف إن التجربة دي أو الاختبار ده نجحوا فيه بدرجة امتياز، ومش عشان عدد الأهداف اللي جه، ولكن نوعية الأداء الموجود في الملعب والحماسة الموجودة اللي كانت غايبة في فترة من الفترات، وكانت مثار قلق جماهير الأهلي كلها طبعًا. بدون يعني شك كان مثار قلق كبير، وبالتالي انا شايف ان دي كانت نجاح للجهاز الفني ونجاح للاعبين، وبيتبنى عليه ما هو آتي. يعني دي نقطه مهمه جدا لاستعاده بطوله الدوري اللي راحت السنه اللي فاتت في ظروف ظروف غامضه جدا. ايوه صح يا استاذ سامي والله. فبالتالي يعني هم مطالبين ان هم يثبتوا يعني تقديرهم للجماهير زي ما الجماهير بتقدرهم. اكيد طبعا، وعندهم امل، جماهير لسه عندهم امل، اداره النادي واقفه في ظهرهم وقفه عظيمه بالظبط. يعني عليهم جو يعني مسؤوليه كبيره جدا في المرحله الجايه، بدايه مباراه الليله امام الزمالك، وفيما وما هو آتي بعد كده حتى نهايه الموسم بالظبط. فيعني العنوان الرئيسي اللي لازم يكون قدام اللاعبين قبل الجهاز الفني طبعا. لان هم اللي في الملعب، استعاده بطوله الدوري وتحقيق بطوله كاس مصر ان شاء الله باذن الله يحصل ده. عشان كده احنا ممكن بقى نروح للنظره الفنيه شويه وتحليلنا للنهارده. هبدأ بالزمالك. تمام. الزمالك ربما بيعاني شويه من فكره هنا او القوه زي ما بتقال الدفاعيه، عندهم مشكله وعندهم غيابات، وعندهم غيابات كمان مهمه او اساسيه مؤثره لو احنا هنتكلم يعني. فبتشوف برضو ده ازاي ممكن يكون لصالح الاهلي لو هنتكلم، وهسألك نفس السؤال بالعكس. هو طبعا يعني في صالح النادي الاهلي لو النادي الاهلي استغل النقطه دي، وكابتن سامي اكيد بيحضر للمباراه بشكل جيد وعلى علم بالغيابات طبعا. وعلى علم هو الفريقين حافظين بعض، خلاص هو الكتاب مفتوح يعني، الكتاب فعلا مفتوح لبعض وحتى لو العناصر اللي غايبه في نادي الزمالك موجوده، هي على النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه على درايه باللعيبه دي، وعلى درايه بامكانياتهم الفنيه صح. وعلى درايه بكيفيه التعامل معاهم، واللعيبه دي لعبت مباراه اهلي وزمالك قبل كده. يعني هي مباراه الاهلي والزمالك دايما مش مقياس للعيب، او ممكن تبقى مولد نجم جديد. يعني مثلا في ظل الغيابات اللي بيعاني منها نادي الزمالك، ممكن تلاقي النهارده لعيب في نادي الزمالك نجم جديد يعني بنشوفه بيظهر في الكره المصريه، بياخد ثقته وبياخد
مكانه ومكان لعيب كبير في التشكيل، لكن النادي الاهلي النهارده يقدر يستغل النقط دي، يقدر يستغل وجود محمد مجدي قفشه في المنطقه اللي ما بين خط دفاع نادي الزمالك وخط الوسط، اللي هي هتكون ما بين مثلا محمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وامام عاشور ورؤى. المنطقه دي لو تحركات قفشه اللي بيعملها دايما في المنطقه دي وتحركاته ما بين الخطوط اللي بيعملها بشكل كويس جدا ويعمل عمليه الربط، لو قفشه استغلها بشكل كويس اعتقد هتسبب مشاكل كبيره جدا لنادي الزمالك، ولو قفشه استغلها هجوميا لصالح النادي الاهلي اعتقد هيفرق كتير جدا. لو قفشه في حالته الفنيه والبدنيه العاليه جدا هيبقى سلاح مهم جدا لكابتن سامي قمصان هيقدر يستغله. الجبهه الشمال للنادي الاهلي النهارده في ظل النقص العددي في نادي الزمالك، عدم وجود حازم امام، عدم وجود المسلوسي بنسبه كبيره، يعني احد لاعبي قطاع الناشئين في نادي الزمالك هو اللي ممكن يشارك، فاعتقد ده ممكن تدي يعني افضليه فنيه للنادي الاهلي من الناحيه الشمال للنادي الاهلي عن طريق علي معلول او احمد عبد القادر او اي حد هيشتغل في الجبهه دي. اعتقد لو النادي الاهلي اشتغل عليها بشكل كويس ممكن يقدر يبقى يعني يقدر يعمل ثغره في خط ظهر نادي الزمالك في الناحيه الدفاعيه وتبقى مفتاح لعب مهم جدا في الناحيه الهجوميه للنادي الاهلي. طيب خلينا نقف ولو لدقائق عند كابتن سامي قمصان نفسه، لان الحقيقه برضو الفتره اللي فاتت كانت فتره يعني مش يعني فتره عصيبه الى حد كبير، مليانه مرتبك. احداث كبيره، احداث جسام ومؤثره للغايه. هو الراجل الحقيقه بمنتهى الاقتدار وبمنتهى الاحترافيه والاهم انه بمنتهى الهدوء وبلا صخب تقريبا بيقود السفينه كما ينبغي. هل استمراريه الاداء ده من كابتن سامي قمصان ممكن يبقى لها انعكاسات مستقبليه فيما يتعلق باي قرارات بصدد اتخاذها متعلقه بالمدير الفني للنادي الاهلي؟ تبدا من النهارده، يعني مباراه زي النهارده وحك رئيسي النهارده اكيد، واحتكاك قوي واختبار قوي جدا لمدير فني شاب. انا يمكن انا اتعاملت معاه فنيا في الملعب في حرس الحدود، كان يعني قادني مباراتين او ثلاثه في حرس الحدود في فتره انتقاليه برضو. من المديرين الفنيين بعيد بقى عن النادي الاهلي، لا مدير فني واحد صعد بحرس الحدود للدوري الممتاز، عنده امكانيات فنيه، ليه رؤيه مختلفه تماما. ومدرب انا بشوفه كان ممكن يتواجد في الدوري الممتاز كمدير فني او الرجل الاول من فتره، لكن هو تواجده في النادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي وان هو عايز يتعلم اكتر وعايز يستفيد اكتر خليته يكون مصمم على التواجد. النهارده مباراه هتفرق كتير مع كابتن سامي، هدوء كابتن سامي على الخط هينقله للعيبه، اللعيبه النهارده لازم تساعد كابتن سامي كمان، يعني انا كلاعب لان انا عارف دور كابتن سامي الفتره اللي فاتت في وجود موسيماني في المشاكل اللي كانت ممكن بتحصل ودوره مع اللعيبه ودوره ازاي بيكون قريب من اللعيبه بشكل كبير ويحاول يخفف من عليهم ويخفف عليهم الاعباء واي مشاكل كان بيحاول يحلها. فانا النهارده دوري كلاعب ارد له بقى الجميل، لازم ابقى النهارده مركز، لازم النهارده التعليمات الفنيه والتحضير الفني والذهني لكابتن سامي قبل اللقاء ده شيء، لكن النهارده اللعيب هو اللي هيمتحن، اللعيب هو اللي هيكون نازل الملعب. لازم ما دام علاقتي بالمدير الفني كويسه والمدير الفني راجل معايا وواقف معايا بشكل كويس وفي ظهري دايما، لازم النهارده انا اكون في ظهره، لازم النهارده اكون في كامل تركيزي سواء الذهني او الفني او البدني بكل تركيزي كل ما اوتيت من قوه عشان اقدر اكون في ظهر الراجل ده، لان مباراه زي النهارده ومعترك مهم جدا ومعترك قوي ومحك قوي جدا هيفرق في المسيره التدريبيه والقرار اللي حضرتك بتتكلم عليه مع كابتن سامي، لان كابتن سامي داخل على فتره صعبه جدا محله بيراميدز. فاعتقد ان مباراه النهارده هتدي ثقه كبيره لكابتن سامي، ثقه مجلس اداره في كابتن سامي، جماهير النادي الاهلي في كابتن سامي، وما ادراك ما جماهير النادي الاهلي لما تبقى واثقه في حد وبتدعمه وفي ظهره. فاعتقد كابتن سامي عاجبني اليومين اللي فاتوا اللي هو قافل على نفسه. صحيح. يعني احنا ما فيش اي معلومات طالعه، ما فيش اي اخبار طالعه من يعني حتى الموقع، يعني انا شايف ان الدنيا مقفوله بشكل كويس، في تركيز، حاله الحب اللي طبعا تقييم مباراه ايسترن طبعا مع احترامي الكامل لفرقه ايسترن كومباني والكلام ده، لكن في اداء مغاير وفي شكل وفي حريه، لكن في روح، في روح في ايه؟ صح قصه دي نقطه مهمه، خوف اللعيبه على بعض، حب اللعيبه لبعض، مش كلام شو او لقطات للشو. حتى علاقتهم بكابتن سامي قمصان بصراحه من الشخصيات والحق يقال المهذبه جدا والذوق جدا والذكيه جدا، وقلنا الكلام ده قبل كده، وعلاقته باللعيبه كلها حلوه وبالاداره، فده مشهد اصلا لصالحنا من قبل ما يبدا كابتن سامي. يعني في كده رجل يجي مثلا يمسك او يتولى مهام يبقى عنده مشاكل او صعوبات او عراقيل، كابتن سامي الحمد لله
خلال الحته دي مش موجوده خالص. ما انا لسه كنت بقول لحضرتك اللي هو ايه، هو علاقته باللعيبه كويسه جدا، دايما في ظهرهم، لو بيتعامل مع اللعيبه كلها، بيحاول يحتوي اللعيبه بشكل كويس جدا. فانا النهارده كلاعب لازم ارد له اللي هو عمله معايا الفتره اللي فاتت، لازم اساعده النهارده لان مباراه الله يكون في عونه. انا بتمنى له كل التوفيق، لان انا كابتن سامي انا بحترمه جدا على المستوى الشخصي كمان، شخصيه محترمه جدا بالزبط. جدا جدا، فاتمنى له التوفيق ويكون مولد مدير فني جديد للكره المصريه ان شاء الله. الله باذن الله. وانا متهيألي اللعيبه هيعملوا كده، لان مش بس رد الجميل لكابتن سامي، رد الجميل هنا للجماهير يعني راح بالزبط. مننا قبل كده في ظروف غامضه زي ما كنا بنتكلم، او خارج عن ارادتنا، او مش هنتكلم في اللي فات، بس انت عايز تستعيد اللقب بتاعك. انت لعبت لحد دلوقتي 17 مباراه معاك 40 نقطه، الزمالك 20 معاه 44 نقطه، انت عندك لسه مؤجلات، لسه الفرصه موجوده، انت مركز ثالث، الزمالك مركز اول، بس لسه في كتير الاهلي يقدمه. بالظبط. طمنا استاذ سامي. لا ان شاء الله نطمن وجماهير الاهلي تفرح النهارده بفوز كويس، لان طبعا يعني المسؤوليه بكررها، مسؤوليه لاعبين في الملعب اكثر من مسؤوليه كابتن سامي مصنف. أيوة. الراجل تحمل المسؤوليه في ظروف صعبه جدا ومتحدي، لانه ابن الاهلي، فلازم اللعيبه كمان تعبر عن انتمائها لهذا الكيان، فيكونوا في الملعب رجال وفاهمين مهمتهم وطموحات الجماهير في استعادة بطولة الدوري. عايز اقول ان المباراه دي انا يعني بوصفها ان هي بست نقاط، مش ثلاث نقاط، يعني انت فوز هتاخد ثلاث نقاط وتعطل المنافس بتاعك عن ثلاث نقاط اخرى، فبالتالي هي حسابيا مباراه فيصليه في سباق الدوري هذا الموسم. ولازم مش هقول لازم اللعيبه يكون فاهمه كده، اكيد هم فاهمين كده، اكيد هو وكابتن سامي وصان اكيد ما وصل لهم هذه الرساله، عشان يعني الفرقه ما تعطلش اكثر مما تعطلت في السابق. اربع تعادلات ما كانش ليهم داعي ابدا، بغض النظر عن هزيمه واحده. تحس كابتن سامي جواه كلام عايز يقوله كده في النص، بس قال لك خلاص ماشي يا كابتن سامي انا فاهماك. لا ما احنا لازم نحط ايدينا على كل حاجه. ايوه لا صح مش غلط، نفهم يعني مش هنقول نفهمهم، هم فاهمين ولا بس نصحيهم شويه ونصحصحهم شويه، لان التحديات كبيره، ويعني بقول مباراه بست نقاط مش ممكن افوتها خالص باي حال من الاحوال. صح. ولازم اسعى ان الفوز النهارده واركب عليه انتصارات جايه، عندي ثلاث مباريات مؤجله تسع نقاط غير الماتش النهارده، فيعني هتفرق كتير، يعني الفوز النهارده هيبني عليه حاله نفسيه احسن كتير. صحيح. مما كان في السابق اكيد، وبالتالي انا بشوف ان يعني احنا فرقه الاهلي النهارده لازم تعبر هذا النفق او المعبر اللي هيوصلها لبطوله الدوري. انا شخصيا متفائل. بس يا ترى بقى لعيبه الفرقتين هيعرفوا النهارده ينزلوا ارض الملعب وهم رامين ورا ظهرهم اي خلفيات متعلقه بالاحباطات اللي حصلت مع المنتخب؟ انا اقصد طبعا اللعيبه الدوليين. خلينا نقف عند السؤال ده واستاذنكم بس نطلع فاصل سريع ونرجع نسمع من حضراتكم الاجابه عليه. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع استاذ سامي وكابتن ايهاب، وكنا وقفنا في كلامنا عند السؤال بتاع اللي حصل مع المنتخب اكيد ساب يعني اثر غير طيب على نفوس اللعيبه الدوليين من الفرقتين، الى اي درجه في راي حضراتكم ممكن ده ياثر على لعيبه الفرقتين الدوليين في ماتش النهارده؟ هو طبعا كمان يعني لعيبه النادي الاهلي الدوليه رجعت من نهائي افريقيا بعد الخساره على معسكر المنتخب، فتعرضت لهزه كمان مع المنتخب المصري، وكان في سوء اداء، والحاله النفسيه العامه للاعبين ما كانتش على ما يرام سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك. لكن دايما مباراه النادي الاهلي والزمالك ما بترتبطش بالاحداث ما قبلها، يعني سواء سوء المستوى او الحاله النفسيه، كل ده بيتشال يوم المباراه. كل اللعيبه بتكون بطوله خاصه، يعني اليوم ده النهارده بيكون للكره المصريه دايما بيبقى عيد، بيكون بطوله مختلفه، بطوله خاصه جدا للكره المصريه، فاللعيب مهما كان المستوى الفني او الحاله النفسيه او كل شيء بيحصل قبل الفتره الاخيره بيتناساه وبينساه خالص الفتره دي، وبيركز في المباراه، لان المباراه بتقدر تعوض
كل اللي فات. يعني مباراه النهارده بالنسبه للنادي الاهلي مش هتعوض طبعا مع بطوله افريقيا، لكن هتخلي الجمهور يفرح، هتخلي الجمهور يعيد الثقه تاني في لعيبته، هيخلي الجماهير تبقى دايما زي ما هي داعمه للفريق، هترجع داعمه للفريق تاني ودايما في ظهره. لكن مباراه النهارده هتنسي اللعيبه وهتخرج اللاعبين بشكل او باخر من الاحداث والاحزان اللي مروا بيها الفتره اللي فاتت. لكن طبعا ما فيش حاجه هتعوض عن بطوله افريقيا الا بطوله افريقيا اللي جايه، لكن الدوري الممتاز هي البطوله الاهم والاغلى للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. فمباراه النهارده اكيد اللعيبه عارفه اللي هي لازم تصالح جماهيرها، عارفه اللي جماهيرها زعلانه منها، عارفه اللي جماهيرها يعني كان نفسهم يفرحوا ببطوله افريقيا. فمباراه النهارده هي دي اللي ممكن تفرح جمهور النادي الاهلي وتخلي جمهور النادي الاهلي سعيد وتعوضه ولو جزء بسيط عن يعني فيها شيء من الترضيه يعني. شيء من الترضيه واللعيب بينسى زي ما قلت لحضرتك، بيخش اللقاء ناسي كل الفتره اللي فاتت. حتى لو اللعيب ممكن نشوف فيه تراجع من المستوى بشكل كبير، بيحاول يستعيد يعني تركيزه وقوته قبل اللقاء عشان عارف اللي ممكن اللقاء ده يرجعه ويعديه المرحله دي ويخلي الناس تنسى اداؤه وسوء اداؤه وسوء التوفيق اللي كان بيلازمه الفتره اللي فاتت، بيخليه يعدي المرحله دي على خير. استاذ سامي، يعني خليني اروح معاك لسيناريوهين. اتفضل. ماشي. السيناريو الاولاني، الاهلي احرز جول في الدقائق الاولى زي ما احنا كلنا بنتمنى، والسيناريو الثاني الزمالك احرز فينا جول في الدقائق الاولى، نعمل ايه بقى؟ يعني قول لنا هنا الوضع يبقى ماشي ازاي وقول لنا الوضع. ندين احنا بنقول مباراه قمه وبين قطبين، وده وارد وده وارد طبعا، وبين قطبين. فبالتالي يعني هدف مبكر للاهلي لا يدعو لاعبين للاسترخاء، بس ربما يؤثر بشكل ايجابي. يعني وهدف مبكر للزمالك ما يدعوش لاعبي الاهلي للياس، بس يعمل خطوره برضه على الاهلي. يعني بس قدامنا 90 دقيقه، لازم ال 90 دقيقه لعب بجديه وروح عاليه واستحضار لروح الفنانه الحمراء. بالتالي انا بقول مصر على كلمه ان دي مباراه بست نقاط. ايوه كلامك صح بصراحه، مباراه ست نقاط. لازم اللاعبين يكونوا مدركين لهذه الحقيقه والحسبه البسيطه ان الفوز النهارده يعني مهم جدا جدا لتعويض بطوله الدوري اللي راح السنه. في ناس بتقول لك النهارده لو فزنا وبسكور حلو احنا كده خلاص، يعني الست نقاط زي ما انت بتقول احنا نعتبرهم في جيبنا، وفي نفس الوقت الدوري اتحسن. شوف بيقول لك من مباراه النهارده الى حد ما، الى حد ما طبعا، الى حد ما، لان الاهلي عنده ثلاث مباريات مؤجله، لسه مؤجلات اسماعيلي ومقاولين والجونه، تسع نقاط دول سوري 12 نقطه ثلاثة تسعة نقاط، لا تسعة صح، تسعة نقاط، يعني هيفرقوا جامد. والمهم النهارده يكون فوز لانه هيتبنى عليه حاجات كتير ايجابية. مع الظروف اللي حصلت في الفترة اللي فاتت زي ما الكابتن قال ان الاهلي تأثر بضياع البطولة الافريقية، النهارده هيستعيد الروح مرة ثانية والعزيمة والقوة اللي هتساعده ان هو يكمل مسيره الدوري بنجاح، ويعني ويستهدف بطوله افريقيا الجايه كمان. نقطه مهمه كمان فكره استعاده الروح مره ثانيه اللي هضيف هنا، وهتكلم عن فريقنا احنا تحديدا. معلش كان عندك لعيبه خارجه من الوقت فتره المنتخب نفسيا مدمره، وليس فنيا على فكره، فنيا كانوا كويسين جدا بس ما خدوش فرصتهم صح. تم استغلالهم بشكل غريب، تم اختيارهم في اوقات غريبه، ففنيا كانوا رائعين لو كانوا خدوا الفرصه، لكن معنويا تم تدميرهم. انا هقولها كده، تم تدميرهم. رجع بعد كده الفريق او الفريق بتاعنا من المنتخب يعني اللي هم العناصر المشاركه، وابتدوا يشاركوا شويه مع موسيماني في كام مباراه، لكن برضو يعني ما رجعتليش مثلا محمد شريف، ما رجعتليش قفشه اساسي، ما لعبوش من بدايه المباراه، فبرضو السلسله بتاعه التاثر او التدمير النفسي استمر. مره ثانيه بنشوف مع ايستن كومباني اول مره مع كابتن سامي يعود او تعود الروح. بتتفقوا اصلا ولا تختلفوا معايا في النقطه دي؟ لا يعني بتفق معاك لحد كبير جدا. هي مسلسل اخفاقات ورا بعضها على مستوى فرقه الاهلي ومنتخب مصر. يعني في نخبه كبيره من لعيبه الاهلي في منتخب مصر بيخشوا ويخرجوا، في بيستبعدوا طبعا، دي كلها حاجات نفسيه مش كويسه مع الاخفاقات اللي حصلت للمنتخب وخساره اللقب الافريقي في المغرب. فطبعا لازم يكون الصوره مش ايجابيه قوي.
دي ظهر الاداره. الكابتن خطيب من ما سابش الفرقه يوم واحد، بيقعد معاهم دايما، بيتكلم معاهم في كل تمرينه، مع حتى بعد ما مشوا موسيماني يعني. دي كمان يعني نقطه مهمه، يعني مدير فني يمشي في ثلاث اربع الموسم او نص الموسم، دي مساله قد يكون ايجابيه وقد تكون سلبيه. انا شايفها ايجابيه. كابتن استاذ كابتن سامي، مرضي انت كابتن سامي باللي حصل الفتره اللي فاتت؟ هو ايجابيه. مبسوط كابتن. ما انا هقول لك، هو ايجابيه في التوقيت ده ليه؟ لان هو كان واضح ان هو مشتت خلاص، هو ذهنه مش حاضر مع الفرقه، ذهنه مش حاضر مع النادي. بالظبط. في كلام رايح جاي، همشي هقعد، همشي هقعد، تصريحاته كتير جدا كترت، ده ما يقللش من انجازاته. طب انا ده حصل ليه في الفتره الاخيره؟ هل للجماهير نفسها دور في تشكيل ضغط كبير على المدير الفني السابق ونتج عن ده التشتيت اللي حضرتك تفضلت؟ هو جاي عارف، انا هو جاي عارف هيمسك مين. جمهور النادي الاهلي كبير وعارف اللي فيه ضغط ودايما مطالب بالمكسب، انا عايز اكسب. جمهور النادي الاهلي ما بيرضاش الا رقم واحد. امال التشتيته دي حصلت نتيجه ايه؟ العروض، في عروض اكيد حصلت، في سوء، مع سوء النتائج، مع سوء التوفيق اللي كان بيلازمه في الدوري، مع عروض كتير، مع مبالغ كبيره جدا، ممكن ده كله ادى الى حاله عدم التركيز اللي هو كان فيها الفتره الاخيره. يعني هو ما كانش مركز مع النادي، تصريحاته، التصريحات الكتير خلي بالك ممكن من كتر التصريحات تخليك تغلط. يعني حتى لو انت عقلاني وبتطلع تصريحات محترمه، لكن من كتر التصريحات على الفاضي وعلى المليان وعمال تتكلم تتكلم، ممكن يعني في وسط الكلام هتقع وهتغلط بحاجات. فهو كان واضح ان هو مش مركز الفتره اللي فاتت، فكان طريق يعني مشيانه في الوقت ده اعتقد كان مناسب جدا وايجابي للفرقه، مش سلبي. عايز اخد من سؤال نهواند من شويه بتاع سيناريوهات اللقاء، اللي هو هدف المبكر هنا وهدف مبكر هنا. النادي الاهلي انا بشوف في الناحيه الفنيه، لو النادي الاهلي هو البادئ بالتسجيل اعتقد مش المباراه ما بتخلص، لكن بيسهل من اموره في دخول اللقاء بشكل كبير جدا، بتسهل في دخوله وسيطرته واستحواذه على اللقاء. هيحصل فيه اندفاع لنادي الزمالك، هيحصل اندفاع هجومي عشان نادي الزمالك عايز يعوض، لان مكسب النادي الاهلي النهارده بيقلل فرق، بيوسع فرق النقاط بينه وبين نادي الزمالك بعد المؤجلات. نادي الزمالك النهارده بيسعى للفوز عشان يقلل فرق النقاط بعد المؤجلات طبعا. فهي دي نقطه اللقاء النهارده، لكن البدايه المبكره او التسجيل المبكر للنادي الاهلي هيساعده كتير جدا في اللقاء. النادي الاهلي لو تاخر بهدف في البدايه، لازم بقى المدير الفني بيكون عنده سيناريو وبلان ايه وبلان بي في البدايه، يعني بيكون مظبط اموره وخططه على كده، لو احرز هدف مبكر هعمل ايه. لكن اوراق النادي الاهلي، ودي يعني باينه للكل وجمهور نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك عارفه، السكواد بتاع نادي الزمالك الموسم ده طبعا بعد ايقاف القيد والكلام ده متاثر بشكل كبير. فالنادي الاهلي عنده اوراق رابحه النهارده سواء في الملعب او على الدكه، كابتن سامي يقدر يستغلها في حاله تاخر الهدف او تاخر النادي الاهلي في النتيجه، يقدر يعمل تغييرات وتبديلات من على الخط، تقدر تصنع الفارق للنادي الاهلي تاني، تقدر ترجع النادي الاهلي للقاء. على العكس بشوف النادي الزمالك الاوراق المتاحه عنده قليله، ده مش ثقه، لكن هي ده واقع موجود، ان نادي الزمالك الاوراق اللي عنده اللي تقدر تصنع الفارق على دكه البدلاء ممكن تكون قليله، مش يعني بالكميه او الكافيه اللي عند النادي الاهلي اللي هي تقدر تصنع لك الفارق في خلال احداث اللقاء. وده كابتن سامي، ترجع لكابتن سامي النهارده لقرايته للقاء، قرايته للسيناريو واحداث اللقاء واحداث اللقاء هتمشي ازاي. فلو هو سجل مبكر هيكون ليه تفكير في الدكه بشكل مختلف، طريقه اللعب بتاعته هتبقى مختلفه، هيقفل نص ملعب، هيزود الناحيه التامين الدفاعي شويه، يلعب على الكاونتر اتاك في المساحات اللي هتبقى في خط ظهر نادي الزمالك، ويلعب على السرعات اللي موجوده عنده سواء في بيرسي تاو او محمد شريف او في حسين الشحات او عبد القادر في اختراقاته. ففي كذا سيناريو لازم المدير الفني بيكون مجهزه في حاله تقدمه او في حاله تاخره. هيبان ان شاء الله خير. كابتن سامي، خلاص بقى كابتن حلو، احنا اصلا بيتقال لنا كابتن نهواند وكابتن ماشي يا كابتن نهواند. كابتن سامي قول لنا، يعني هختم بالعنوان لو حضرتك ناقد رياضي طبعا مخضرم، لو هندي عنوان للمباراه النهارده هنختم بيها، تلاقي او تختار ايه؟ عنوان مباراه اليوم. قمه مهمه. قمة مهمة. يا سلام على الشجع. شفت السجع. يا سلام على الشجع. حلو. قمة مهمة. برضو نرجع لأول كلامنا، إن المباراة النهاردة ذات حسابات خاصة جدا جدا. صحيح. في سباق الدوري، وبطولة السعادة بطولة الدوري ده هدف كبير جدا لجماهير
والجيل موجود حاليا في فرقه النادي الاهلي، خصوصا بعد رحيل موسيماني اللي هربت منه البطوله السنه اللي فاتت وهربت منه بطوله افريقيا السنه. خلاص يا استاذ سامي خليها فيما هو قادم. بنتذكر ان طبعا ما في في تاريخ في ارقام لن تنسى، بنتذكر ان مسؤوليه كبيره جدا على اللاعبين وكابتن اسامه مصطفى، فبالتالي يعني الاداره مش مقصره في حاجه، واهم فرقه النهارده ان هو يكون عند حسن ظن الجماهير للوصول الى الخطوه المهمه جدا في تحصيل بطوله الدوري هذا الموسم يا مسهل ان شاء الله. فبالتالي انا شايف ان الفرصه كبيره جدا قدام لعيبه الاهلي ان هم عندهم الحافز اكبر. عندهم الحافز اكبر، يعني هم محك اختبار قدام الجماهير. ليه؟ بعد يعني هل هو موسيماني اللي رحل وما رحلت معاه البطولات ولا هم المسؤولين عن البطولات؟ صح بالظبط. فبالتالي والاجابه الثانيه على طول يعني، يعني هم المسؤولين بلغه الارقام طبعا. هم المسؤولين عن تحقيق البطولات مع موسيماني مع سامي مصار مع اي حد هيجي ثاني، هم المسؤولين عن تحقيق البطولات. فانا شايف ان شاء الله المباراه بكره ممثله حافز قوي جدا. بكره ازاي؟ النهارده المباراه النهارده ممثله حافز جدا كبير جدا للاعبين ان هم يثبتوا وجودهم امام الجماهير وفي الملعب، وان كل زي ما بيقول الاهلي بما حضر ان كل الكبوات اللي حصلت دي مش هتخلي فرقه الاهلي تهتز تمام، وانما بالعكس تستنفر كل الطاقات اللي عندها لتحقيق الفوز النهارده والوصول لبطوله الدوري ان شاء الله. ان شاء الله سامي كلام حضرتك كده يبقى حقيقه، وكلنا نتمنى كلام حضرتك فعلا ونفسنا فيه وطامحين ليه. شكرا ليك استاذ سامي، وشكرا ليك كابتن ايهاب جدا كالعاده بتنورونا يعني. شكرا جزيلا، اشوفكم على خير ان شاء الله. طيب احنا كده الفقره الحواريه الاولى انتهت، هنطلع فاصل سريع وارجع ان شاء الله هتكون منوراني دكتوره دينا ابو السعود عشان نتكلم مع بعض في موضوع يهم كل الناس اللي بتعاني من السمنه وتحديدا اللي بيفكروا ان هم يعملوا عمليات سمنه. فخليكم معانا.